مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه فقرتنا الإخبارية مستمرة معاكم في استوديو صباح مي، ومعانا طبعا خبر خاص بمباريات كأس العالم المقامة حاليا بقطر وتفاصيل أكتر. إحنا معانا عبر الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الفل يا كابتن. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا. يعني نتكلم مع حضرتك طبعا بشكل تفصيلي عن مباريات الامس، وطبعا اهم المباريات كانت الكاميرون وصربيا وكوريا الجنوبيه واوغندا او غانا عفوا والبرازيل وسويسرا واوروغواي والبرتغال، ونعرف من حضرتك طبعا تفاصيل نتائج هذه المباريات بالامس. خلينا حضرتك نبدا باخر مباراه اللي هي كانت البرازيل امبارح. نعم. والبرازيل ضمنت الصعود طبعا وفازت 2-0 وعملت مباراه جيده، وعلى فكره الحضور الجماهيري كان كبير جدا، كان حوالي 88,000 متفرج. مباراه كانت الساعه 6 مساء، 9 مساء كان عندنا ماتش البرتغال واوروغواي، وبرضه فازت البرتغال وضمنت التاهل، وكريستيانو رونالدو كان الهدف الاول اللي سجل، هل كان هو اللي سجله ولا زميله؟ ولكن في النهايه يعني الاتحاد الدولي وموقع الاتحاد الدولي قال لا، يعني مش كريستيانو هو اللي سجل، والموضوع ده ربما عمل جدل اكثر ما يعني ما تغذت نفسها فاشت. انت عارفه ان كريستيانو غاوي تحطيم الارقام. نعم. الساعه 3 عصرا كان في ماتش ساخن جدا 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 بين كوريا الجنوبيه وغانا. والمباراه ديت الحقيقه مباراه استمتعنا فيها لان كان فيها 5 اهداف. وغانا يعني قدرت ان هي تفوز 3-2 وبالتالي جددت حظوظها في التاهل. وغانا الحقيقه انا توقعت لها قبل البطوله ان هي تكون حصان اسود، لان عندها 8 أو 9 لعيبه تحت ال 22 سنه وبيلعبوا في انديه كبيره. فالمستقبل هيكون امام هذا الفريق لما ياخد خبرات. وفوزه امبارح يعني طبعا جدد الامال بعد ما كان خسر من البرتغال، البرتغال اتاهلت خلاص، يبقى الاوروغواي وغانا عندهم الفرص الاكبر. اوروغواي غانا هتقابل اوروغواي في الجوله الاخيره. نعم. الكاميرون وصربيا. الكاميرون بقى طبعا برضو كانت مباراه مثيره جدا، انتهت بالتعادل 3-3. المدرب لم يكن موفق في التشكيله اللي دفع بيها، واللاعب اللي نزله بديل اللي هو ده كان هداف كاس الامم وافضل لاعب هو اللي نجح انه يحول له التاخر 1-3 لتعادل 3-3، سجل هدف وعمل هدف اللي هو فينسنت ابو بكر. ويعني كمان في مشكله حصلت قبل المباراه بساعات، تم طرد حارس المرمى، يعني كان دخل في مشاده مع المدير الفني اللي هو اونانا، وبعدين المدير الفني يعني بالاتفاق مع صامويل ايتو اللي هو رئيس الاتحاد الكاميروني قرروا ان هم يبعدوه خالص على البطوله، وده قرار غريب لانه هم عندهم 3 حراس فقط. طيب نعرف من حضرتك يا كابتن مباريات النهارده هتكون ايه، ونعرف يعني حضرتك ترشح مشاهده يعني اني مباراه فيهم النهارده؟ والله حضرتك وطبعا المجموعة الأولى اللي هي عندنا فيها قطر، وقطر النهاردة بتلعب مع طبعا هي مجموعتها الأول فيها هولندا، وقطر هتلعب مع هولندا، والسنغال بتلعب مع الإكوادور. وطبعا السنغال عندها أمل كبير بعد ما فازت على قطر وكانت خسرت من هولندا في الافتتاح، فيعني حاول لحضرتك أنه مباراة السنغال هتبقى الأكثر متعة بالنسبة لي. وبالنسبة لي احنا في قارة أفريقيا يعني، وبرضو بنتابع كابتن طارق الظواهر في البطولة لغاية دلوقتي، في ظواهر جميلة جدا ورائعة جدا. الظاهرة الأولى كسرة عدد الأهداف. يعني ده ما كانش بيحصل في 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 المونديالات السابقة، مش بالعدد ده. يعني انا امبارح لوحده بنتكلم في 15 هدف. امبارح 15 هدف، يعني بتتكلمي مباراه فيها 6 اهداف ومباراه فيها 5 اللي هما المباراتين بتوع الكاميرون وغانا، ادي 11 هدف. وبعدين بنتكلم في هدفين بعد كده في مباراه الساعه 6 وهدفين في مباراه الساعه 9، يعني 15 هدف. وبعدين كل اللي كانوا بيتابعوا قالوا لا، ده البطوله كان فيها اهداف كتير عشان الجوله الاولى اللعب كان مفتوح شويه، بعد كده اللعب هيغلق، لكن بالعكس ده البطوله يعني ماشيه بشكل رائع جدا. تاني ظاهره حضرتك، تنظيم جيد جدا، الاقبال على جميع المباريات بشكل رائع جدا، ويعني الشيء
بقى المهم ان شاء الله ان منتخباتنا الافريقيه والعربيه ان شاء الله يحاول نتائج طيبه، ايا كان بقى المغرب، السعوديه، تونس بقى فرصها ضعيفه شويه لان نعم. تونس عندها فرنسا ولازم تكسب فرنسا يعني. طب ده يخليني اسال حضرتك يا كابتن عن مستوى الفرق العربيه، يعني المشاركه بالبطوله عامل ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ والله عايز اقول كل الفرق العربيه كان مستواها مميز باستثناء قطر، وان كان قطر الماتش الثاني مع السنغال كان افضل حالا شويه، خلص 3-1 للسنغال، لكن منتخب يعني تونس عمل ماتش معقول مع الدنمارك، ويعني الماتش الثاني مع استراليا الشوط الثاني كان كويس، الشوط الاول كان وحش برضه، المدرب وقع في اخطاء كبيره جدا. تروحي بقى للمغرب والسعوديه، هم افضل المشاركات العربيه لغايه دلوقتي. بالنسبه لافريقيا احنا عندنا السنغال، والسنغال يعني احنا منتظرين منها اكتر من كده، هي خسرت اول مباراه 2-0 من هولندا، منتظرين منها ان هي تعمل نتائج افضل، ومنتظرين منها ان هي تشد حيلها. غانا عندها فرص كبيره جدا في التاهل، الكاميرون فرصتها هتبقى صعبه شويه يعني. طيب اخيرا يا كابتن، يعني تقييم حضرتك لمستوى الفرق حتى الان، وتحديدا الفرق المصنفه. هنقول الفرق العاليه قوي، طبعا صعب ان انا اكلمك على تقييم 32 فرقه، لكن هكلمك على الفرق الكبيره. تمام. البرازيل المرشح الاول للبطوله، عامله ماتشات كويسه، ضمنت التاهل، الناس مرشحاها رقم واحد، يعني هي المرشح الاول للفوز بالبطوله. تروحي بعد كده للمنتخب الفرنسي حامل اللقب، اللي يشكر انه عنده 5 غيابات مؤثره امام كريم بنزيما وبوجبا وكانتي، ورغم كده ضمنت التاهل وماشيه بشكل جيد. كمان اسبانيا ماشيه بشكل رائع جدا، البرتغال ضمنت التاهل وماشيه بشكل كويس جدا. اعتقد الاربع فرق دول يعني ممكن بقى تقولي معاهم انجلترا يعني انجلترا بقى الله اعلم هل ممكن يعني تكمل زي ما احنا شفناها في الجوله الاولى، عملت مباراه هايله جدا مع ايران، وبعدين بعد كده مستوى تراجع، هل تأدي بنفس المستوى ده اللي هنشوفه في الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات الرياضيه اللي حضرتك بتقدمها لنا.